بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس شرح منهج السالكين، فهذا هو الدرس الرابع من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كما عودناكم أيها الأخوة، مراجعة قبل أن نبدأ، مراجعة سريعة. ذكرنا أمس أيها الأخوة بعض معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، فمن يذكرنا ببعض المعجزات؟ نعم، تفضل. إسلام المعراج، غيره، تفضل. شقاق القمر، حسنت. ذكرنا أن المؤلف قال معجزات، قلنا لو عبر بتعبير آخر أفضل، ها؟ آيات. لماذا؟ غيره، تفضل. لفظ القرآن، حسنت. ففي القرآن ايش فيه؟ في تسع آيات، حسنت. طيب، من يعطينا دليل على أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام عامة لجميع البشر، سواء من القرآن أو من السنة؟ تفضل. ها؟ أحسنت. غيره، تفضل. نعم، وأرسلت إلى الخلق كافة. صلى إنسان من غير وضوء، ما حكم صلاته؟ تفضل. دليل، من يحفظ الدليل؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما هو الحدث الأكبر؟ تفضل. ما أوجب غسلا. ما هو الحدث الأصغر؟ تفضل. حسن، بارك الله فيك. ذكرنا أو ذكر المؤلف أن الماء ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ تفضل. ماء طاهر وماء نجس، طهور وماء نجس. ذكرت أمس وشرحت لكم أنا كيف استنبطنا أن الماء ينقسم إلى قسمين. من يذكر لي استنباط اللي ذكرته أمس؟ يعني ما هو الدليل أن الماء ينقسم إلى قسمين؟ تفضل. طهور، هذا دليل أن الماء طهور. نعم. والنجس كيف أثبتناه؟ إجماع العلماء أنه إذا وقعت نجاسة في ماء فغيرت لونه وطعمه فهو نجس، فهو نجس. الأصل في الأشياء الطهارة، مثل إيش الأشياء؟ تفضل. والأرض، حسنت. ها؟ الثوب، حسنت. غيره، إيش الأشياء اللي أصل فيها الطهارة؟ نعم، البدن، حسنت. حسنت، ها؟ المكان، حسنت. ذكرنا شيء الأصل فيه التحريم، ما هو؟ ما هو الذي الأصل فيه التحريم؟ تفضل. العبادات، فلا يجوز إقام عبادة إلا بدليل. إنسان عنده ثوب طاهر فشك هل تنجس أم لا، ما الأصل؟ ها؟ الطهارة. فهل هناك دليل أو تعليل أو شيء؟ اليقين لا يزول بالشك، حسنت. اليقين لا يزول بالشك. نعم. ما حكم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة؟ تفضل. دليل، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. نعم. نعم. ما العلة من النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ تفضل. ها؟ نعم، غيره. كسر قلوب الفقراء، غيره. شبه بالمشركين، حسنت، شبه بالمشركين. طيب، الخبث والخبائث ضبطت بضبطين، ما هما؟ ها؟ حسنت. قال المؤلف يقدم رجله اليمنى، هل هناك دليل خاص على ذلك أو لا؟ يقدم رجله اليسرى عند الدخول، هل هناك دليل خاص؟ ها؟ لا. حسنت. وإنما هناك قاعدة وهي تكريم. حسنت، بارك الله فيك. طيب، ما حكم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة؟ استقبال القبلة واستدباره حال قضاء الحاجة حر، والدليل إذا تيتم. أحسنت. أحسنت. فلا يجوز مطلقا. من يذكر لنا بعض الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها؟ تفضل. المسجد، غيره. أماكن الناس، غيره. أحسنت. طيب، نبدأ بدرس جديد أيها الأخوة، وهو باب
إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ونرجو الانتباه أيها الإخوة، فإن الباب مهم، وإن شاء الله يعني نحاول ننهي كتاب الطهارة يوم الأربعاء المغرب، بل نبدأ بكتاب الصلاة، لأن تعرفون الدورة قصيرة، والحمد لله الباب سهلة جدا. قال المصنف: إزالة النجاسة والأشياء النجسة، أي سأذكر لك في هذا الباب أحكام إزالة النجاسة والأشياء النجسة. وما المراد بالنجاسة هنا؟ سيتكلم المؤلف هنا عن النجاسة الحكمية. ما هي النجاسة الحكمية؟ هي التي تقع عليها النجاسة، يعني النجاسة واردة عليها كثوب سقط عليه بول، هذه هي التي سيتكلم عنها المؤلف رحمه الله. لم يتكلم عن النجاسة العينية التي عينها كروثتي مثلا ككلب أو غيرها، لا، هو سيتكلم عن النجاسة الحكمية. يقول رحمه الله: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب. وهذا في بحث المؤلف، يقول يكفي إذا وقعت نجاسة على ثوب أو على فراش أو على بقعة غسلة واحدة تزول عين النجاسة، يعني مراده أنه ما يحتاج عدد كالكلب، فإن الكلب لابد كم؟ 7 غسلات كما سيأتينا بعد قليل. إذن أي نجاسة غير الكلب حتى الخنزير تكفي غسلة واحدة أو غسلتين أو 3، المهم حتى تزول النجاسة، ولا يشترط عدد معين. الأدلة على ذلك، لأن المذهب عند الحنابلة يشترطون 7 غسلات، فلو نجاسة على ثوب يقول لابد من 7 غسلات وهذا قول ضعيف، أو نجاسة مثلا على بقعة يشترطون 7 غسلات وهذا خطأ، قول ضعيف. فالصحيح أنه لا يشترط العدد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. وهل أمر بعدد؟ لا. ولو كان العدد مطلوب لبينه كما بينه في حديث الكلب. دليل ثاني: حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. هل أمر بعدد؟ لا، وإنما قال بذنوب من ماء. ولو كان العدد مطلوبا لبينه كما في حديث ماذا؟ كما في حديث الكلب. ولأن المقصود زالت النجاسة، فما تزالت زال حكمها. نعم. والحنابلة يشترطون 7 غسلات، واستدلوا بأثر لا يصح عن ابن عمر قال: أمرنا بغسل الأنجاس 7، ذكره ابن قدامة من غير خطام ولا زمام، ولا يعرف، وله حتى بعض العلماء يقول غير موجود هذا الأثر، غير موجود، فلا يصح. فالنجسات كلها حتى الخنزير كبقية النجسات غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. قوله: إلا الكلب، نعم، لأن الكلب ورد به النص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. وهذا الحديث فيه مباحث أيها الإخوة، نرجو الانتباه لأني سأذكرها ثم نعيدها مراجعة. المبحث الأول: إذا ولغ، ما هو الولوغ؟ الولوغ أن يدخل الكلب لسانه في الماء، فإن كان فارغا يسمى لحس، هذا الولوغ أن يدخل لسانه في الإناء. المبحث الثاني: قوله 7، هذا واجب، يجب إذا شرب أو ولغ الكلب في الإناء يجب أن يغسل كم؟ 7 مرات. كم مبحث هذا؟ مبحثين، احفظوها دائما. عودوا نفسكم يا إخوان من باب تسهيل العلم، وبعطيكم فائدة دائما، الشيء على شكل نقاط يسهل العلم. وأتوا البيوت من أبوابها، العلم له أبواب، من يأتي العلم من بابه يدخل، والذي لا يأتي من بابه سيتعب جدا، يظن أن العلم صعب، يظن أن العلم هذا ما يمكن، مع أنه من أبسط الأمور. هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث: قوله الكلب، الكلب تشمل العموم، للعموم، فتشمل الكلب المأذون فيه والكلب غير المأذون فيه. فالكلب المأذون فيه ككلب الصيد والحراسة والماشية، نعم، وغير المأذون المعروف الذي لا يجوز اقتناءه، فإذا ولغ في إناء يجب أن يغسل 7. كم مبحث هذه؟ 3 مباحث. المبحث الرابع: قوله المؤلف إحداها بالتراب، جاء عند مسلم أولاهن بالتراب، وجاء عند الترمذي أخراهن بالتراب، والراجح من أقوال أهل العلم رواية مسلم،
أولاهن بالتراب لثلاثة أسباب. أولا أنها أصح، ثانيا أكثر رواة، ثالثا أننا أيها الأخوة كما قال العلماء أننا إذا استخدمنا التراب في الأولى صارت الغسلات بالمياه بعدها ماذا؟ زيادة في التنظيف، زيادة في التنظيف، فهو أيضا مزيلا لأثر التراب، بخلاف ما لو كانت في السابعة مثلا فإنه يحتاج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. كم مبحث هذه؟ أربعة. المبحث الخامس قوله بتراب، مشترط التراب، لابد من التراب، فلا يقوم غير التراب مقام التراب لسببين اثنين. أولا أن النص ورد بالتراب، ثانيا أن التراب ربما فيه خاصية تقتل الجراثيم وغيرها التي في ولغ الكلب، لأن غير التراب كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ كان موجود، فلذلك يشترط التراب ولا يقوم غير التراب مقامه. المبحث الخامس قوله إذا ولغ، وهذه مسألة مهمة، لو بال الكلب أو تعرق أو تغوط في إناء، هل هو كسائر النجسات أو كلسانه سبع؟ واضح المسألة؟ يعني عندنا كلب بال في إناء، هل نقول يجب سبع مرات أو نقول لا مرة واحدة كسائر النجسات؟ جمهور العلماء أن بوله كالإناء، عفوا كالولوغ. ترى يا أخوان هذه مسائل فقهية علمية كان العلماء يرحلون، وعلى قدر تعظيمك لدين الله تعظم عند الله. أنا أعطيكم فائدة الأخوة والأخوات، ترى على قدر تعظيمك لدين الله تعظم عند الله، وعلى قدر تعظيمك للعلم يعظمك العلم ويرفعك العلم. هذا علم الله لا يؤخذ إلا بقوة ولا يؤخذ إلا بجد واجتهاد، هذه فوائد نعطيها بأثناء الدرس تستفيدون. فعلى قدر تعظيمك الرسول، على قدر تعظيمك لله يكون انتباهك، يكون حفظك ومراجعك، وعلى قدر عدم المبالاة لا تراجع ولا تحافظ. ولذلك تجد الذين رزقوا العلم وتقرأ حياتهم تجدهم ما كانوا ينامون الليل، وكانوا ما يطلعون للبر، ولا كانوا ولا يقدمون على العلم شيئا أبدا أبدا. أنا أتحدى تجد إنسان رزق علما إلا تجد حياته كلها تضحيات، كلها تضحيات، تجد عنده 12 درس باليوم، 15 درس، 7 دروس، هذا العلم. فعلى قدر تعظيمك للمسائل هذه وأن مسائل دين ومسائل علم ومسألة علمية يكون تعظيمك لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذه دين الله. طيب، إذن جمهور العلماء أن بول الكلب كماذا؟ كولوغه، يغسل سبعا. وذهب الظاهري عفوا دليلهم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نص على اللسان، لأنه الغالب أن الكلب يدخل لسانه ويشرب من الإناء، قليل أن الكلب يبول في الأواني قليل، فالنبي نص على الولوغ. لماذا؟ لأنه الغالب. وذهب الظاهرية ورجحه الإمام الشوكاني أن هذا خاص بالولوغ، وأن بول الكلب أو غيره من نجساته كبقية النجسات، غسلة واحدة ولا يحتاج إلى العدد. دليلكم قال الحديث نص على ماذا؟ الولوغ، نص على الولوغ، قال إذا ولغ الكلب يعني أدخل لسانه. نعم، والظاهر والله أعلم والأرجح قول الجمهور وهو الأحوط. طيب، قال رحمه الله والأشياء النجسة، الآن سيذكر لنا الأشياء النجسة، سنذكر أدلتها وغيرها، لكن قبل نراجع مباحث كما قلت قبل قليل. طيب، ذكرنا أنه لابد من تراب لسببين، ما هما؟ تفضل. تفضل، أحسنت، نص الحديث. سبب ثاني؟ سبب ثاني، أحسنت. طيب، قلنا جاء في رواية أخرى هن وفي رواية أولاهن، أيهما أرجح؟ تفضل، أولاهن، لماذا؟ أحسنت، وغيره أكثر رواة وأصح. طيب، قوله الكلب يشمل ماذا؟ أي الكلاب؟ غيره، جميع الكلاب، حتى كلب الصيد المأذون بإقتنائه. حسنت. طيب،
قال والأشياء النجسة، سنأخذ الآن الأشياء النجسة. قال بول الآدمي وعذرته أي العذرة، وهذا بالإجماع أيها الإخوة أن البول والعذرة نجس بالإجماع. الدليل عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كان لا يستنزه من بوله. وفي حديث صفوان بن عسال ولكن من بول وغائط ونوم. وحديث الأعرابي حينما بال في المسجد أمر النبي أن يصب عليه بذنوب من ماء، هذا كم دليل؟ ثلاث أدلة، وأجمعت الأمة على نجاسة البول والعذرة بالإجماع. طيب، ولذلك أيها الأخوة كتب الفقه في باب الاستنجاء ماذا يقولون؟ يقولون يجوز أن يبول الرجل قائما، ذكرها صاحب زاد المستقنع مثلا أو بعض الكتب، قالوا يجوز أن يبول الرجل قائما لحديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، وعللوا بعلة. ماذا قالوا؟ قالوا يجوز بشرط أن يأمن الرشاش. لماذا؟ لأن إصابة رشاش البول من كبائر الذنوب، فلذلك قالوا يجوز أن يبول قائما بشرط أن يأمن الناظر وأن يأمن الرشاش، فهذا يعذب في قبره بسبب ماذا؟ تساهله. بسبب ماذا؟ بسبب رشاش البول. أيضا قالوا في باب الاستنجاء قالوا يستحب أن يطلب لبوله موضع رخوا لينا. لماذا؟ ما الحكمة؟ في حديث لكنه ضعيف، لكن التعليل حتى لا يرجع إليه البول، حتى لا يرجع إليه البول، فيستحب أن يطلب لبوله موضع رخوا ولينا. طيب، قال والدم. حقيقة الدم الكلام فيه كثير، لكن أنا سأقسم لكم الدم أيها الأخوة فاحفظوه، لأن الدم كثير، يعني الكلام أقصد الكلام عليه كثير والخلاف فيه طويل. نسمع توزيع العلماء. أولا، الدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين ودم الحيض فهذا نجس بالإجماع، هذا رقم واحد. يعني ريحك، الكلام عن الدم كثير، خلاف العلماء طويل، أنا أوزع لك مسألة الدم الآن حتى يعني تفهمها إن شاء الله. القسم الأول، الدم الخارج من الإنسان من القبر أو الدبر أو دم الحيض، هذا نجس بالإجماع، هذا القسم الأول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء في دم الحيض تصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، هذا القسم الأول. القسم الثاني، الخارج من غير السبيلين كدم الرعاف، دم السن، الجروح، يعني إنسان خرج من أنفه دم، إنسان خرج من جرحه أو من يده دم، من ضرسه دم، الجمهور أنه نجس، جمهور العلماء أنه نجس، هذا جمهور العلماء. وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه طاهر، الدم الذي يخرج من الرعاف ومن السن ومن الجرح، اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وبعض العلماء إلى طهارته، وعليه لو واحد يصلي وطلع من أنفه دم ماذا نقول؟ على مذهب الجمهور أجيبه نجس، وعلى القول الثاني طاهر. هؤلاء الذين قالوا طاهر ما هي أدلتهم؟ استدلوا بأدلة. قالوا عمر صلى وجرحه يثعب دما، ما وجه الشاهد؟ عمر حينما طعنه الملحد الملعون كان بمحضر من الصحابة ولا لا؟ يعني بمحضر من الصحابة ولا أحد ينكر عليه وأكمل الصلاة. أيضا ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يقاتلون ويذهبون إلى المعارك، وبلا شك أن من يقاتل ويشترك في المعارك يخرج دم ولا لا؟ ولم ينقل أن النبي أمرهم بماذا؟ بتنظيفه. هذا دليل ثاني. دليل ثالث وهو أشهر الأدلة، قالوا الصحابي وهو عباد بن بشر الذي طعنه المشرك بماذا؟ بالخنجر، وهو يصلي عباد بن بشر وأكمل صلاته. كم هذا دليل؟ ثلاث أدلة. إذا الجمهور على أنه نجس، الجمهور على أنه نجس، لكن القول الثاني أنه طاهر. طيب، القسم الثالث، الدم الخارج من حيوان النجس كدم الكلب والخنزير، هذا نجس قليله وكثيره. الرابع، الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة بعد الموت، وبعد الموت كالإبل والبقر والغنم، هذا إن كان مسفوحا، إن كان مسفوح ما حكمه؟ نجس. إن كان مسفوح فهو نجس، وإن كان غير مسفوح فهو طاهر.
القسم الخامس الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموات كالسمك، فهذا طاهر لأن ميتته طاهرة. واضح التفريق؟ هو أهم قسم الأول والثاني، وبالذات الثاني لأنه يكثر السؤال عنه، يعني يخرج من الضرس دم أو يخرج من الأنف دم أو يخرج من الرأس دم أو من الجرح، هذا تقسيم الدم. لكن عند جمهور العلماء يعفى عن اليسير، يعفى عن يسيره. قال: ومن النجسات بول وروت كل حيوان محرم أكله. هذا الثاني من النجسات، بول وروت الحيوان محرم الأكل. من يعطي بعض الحيوانات محرمة الأكل؟ قطة، غيره، الأسد، الحمار، أي الحمار، الحمار الأهلي، الأسد، النمر، السباع، هذه بولها وأرواتها ما حكمه؟ حرام. لعموم الأدلة في نجاسة البول، واضح الدليل؟ لعموم الأدلة في نجاسة البول، فهذه واضحة. قول المؤلف محرم الأكل، شو يخرج؟ حلال، حلال الأكل، حلال الأكل بوله طاهر كما سيأتي بعد قليل، فانتبهوا، لأن بالاختبار سيكون سؤال من هذه الأمور. المحرم محرم الأكل، اللي بوله نجس محرم الأكل، أما البقر والإبل سيأتي بعد قليل أنها طاهرة، سيأتي. قال: والسباع كلها نجسة. من يعطينا بعض السباع؟ ها تفضل، أحسنت، غيره، ها النمر، غيره، الضبع، غيره، الذئب، الثعلب، ها الفهد، هذه نسميها ماذا؟ سباع، سميها سباع. يقول نجسة. ما معنى نجسة؟ يعني لو أن ذئبا جاء وشرب من إناء ماذا نقول؟ نقول نجس. وهذا مذهب أكثر العلماء. الدليل ما جاء في حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. انتبهوا الوجه الشاهد، سئل النبي عن الماء في الفلاة، الفلاة ما هي؟ الأرض، البر، وينوبه، ما معنى ينوبه؟ يرتاده السباع. يا رسول ما حكمها؟ ماذا قال؟ ما قال طاهرة، قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. لو كانت طاهرة ما حددها في القلتين، ولا ما حددها في القلتين. يقول: ولو كان الطاهر لم يحده بالقلتين. ويقول المجد بن تيمية: حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها، وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال على أن ورودها عبثا. نعم. وذهب الشافعية إلى طهارتها، قالوا طاهرة. لماذا؟ قالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة وما يرد إليها من السباع، قال: لها ما شربت في بطونها. انتبهوا وجه الشاهد، لها ما شربت، ولنا ما غبر طهور. ايش معنى ما غبر؟ على وزن ما بقي. واضح الشاهد، واضح جدا. فقال: ما شربته طهور، حلا يعني لها، ولنا ما غبر. ايش معنى ما غبر؟ ما بقي طهور. نص ولا لا الحديث؟ نص ولا لا؟ نص ولا لا؟ ما توافقون الحديث نص؟ نص. لكن الحديث ليس بصحيح، والحديث لو صحيح ماذا؟ لكان نص، لكن الحديث فيه كلام. ولذلك ذهب الشيخ محمد إبراهيم والشيخ السعدي والشيخ ابن باز وبعض العلماء إلى طهارة البغل والحمار من السباع. لماذا؟ قالوا يعني يستثنى من السباع البغل والحمار للمشقة، فإن الحمار يركب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والاحتراز من ريقه ومن شعره في مشقة ولا لا؟ فيه مشقة، في مشقة شديدة. ولذلك ذهب ابن قدامة وذهب جمع من أهل العلم إلى طهارة البغل والحمار. قالوا: والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهرة، الهرة من المعلوم أن الهرة مستثنى أيضا من السباع طاهرة، فلو أن هرة شربت من إناء يجوز الوضوء به ولا لا؟ يجوز، يجوز أنها طاهرة. والنبي علل: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالوا: فما دام أن النبي علل بأن الهرة طاهرة لأنها من الطوافين عليهم والطوافات، إذا الحمار طاهر. لماذا؟ لأنه من الطوافين علينا. أسألكم سؤال طبعا قديما قديما، أيهم أشق، الهرة أو الحمار؟ الحمار يركب ويسافر به وتحمل عليه الأغراض ويسافرون عليه، فهو أشق من الهرة.
فلذلك ذهب ابن قدامة وذهب الشيخ السعدي وذهب جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام إلى طهارة البغل والحمار. سؤال، الجواب برفع يد. حينما أقول حمار وش أقصد؟ الحمار الوحشي ولا الأهلي؟ من يعرف؟ رفع يد. والأخوات تشارك معنا، يعني قبل ما يجيب الأخوان أنت انتبهي للسؤال وأجيبي. أنا أسأل سؤال، نتكلم الحمار قبل قليل ولا لا؟ ترى ماذا أقصد أنا؟ نحن نتكلم بالنجاسة، أقصد الحمار الوحشي ولا الأهلي؟ في لازم هذه نقطة شو ما نسيناها. تفضل. حسن، هذا الجواب، نقصد الحمار الأهلي، لأن الحمار الوحشي كما سيأتينا في باب الأطعمة حكمه حلال، حكمه حلال، فلا نحتاج إلى الكلام فيه. نتكلم هنا عن الحمار الأهلي لأنه حرام أكله. طيب، فإن قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول رجس الحمار الأهلي رجس، نقول هذا المراد لحمه. المراد ماذا؟ لحمه. نعم. قال وكذلك الميتات، الميتة من مات بغير ذكاة شرعية نجسة وحرام بالإجماع، لقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس النجس. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال إلا ميتة الآدمي، ما حكمها؟ طاهرة. ميتة الآدمي طاهرة، ولقد كرمنا بني آدم، ومقتضى التكريم أنه لا يحكم بنجاسته فجعله طاهرا حيا وميتا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المسلم لا ينجس. طيب سؤال أو فائدة أو تعليل، عفوا تعليل، لو كان نجس يحتاج إلى تغسيله إذا مات؟ عفوا بأسلوب آخر، لو كان نجس العين هل نحتاج إذا مات نغسله؟ الآدمي لو كان نجس العين نحتاج إلى تغسيله؟ لا. أحنا نجس العين مثلا روثة حمار وأتينا بماء البحر هل تطهر؟ ماء البحر صبيناه على روثة حمار تطهر؟ لا. لماذا؟ لأنها نجست عين. فلو كان الآدمي إذا مات نجس عين ما له داعي نغسله، صح ولا لا؟ هذا ترى تعليل قوي، تعليل قوي. نعم. فإن قال قائل ما تقولون في قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، ما تقولون؟ الله يقول إنما المشركون نجس، فنحن نقول المسلم طاهر الكافر نجس، ما تقولون؟ ما الجواب؟ نقول مراد النجاسة المعنوية، نجاسة الخبث والكفر والاعتقاد. نعم. يقول رحمه الله وما لا نفس له سائلة. ما معنى لا نفس له سائلة؟ أي الذي لا دم فيه، لأنه أصل الميتات الآن سبب تحريمها ماذا؟ الحباس، الحباس الدم، فالذي لا دم فيها فهي طاهرة، يعني كالنملة والعنكبوت والذباب والخنفساء والعقرب وغيرها، فإذا سقطت في مائع فماتت، طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، طاهرة. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزع فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ما وجه الشاهد؟ وجه الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغمسه في الطعام، معلوم أنه يموت ولا لا؟ إذا غمس في الطعام أنه يموت، ولا سيما إذا كان الطعام حارا، فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام ولا لا؟ يعني هذا الدليل. فما لا نفس له سائل. والسمك والجراد، فالسمك ميتته طاهرة، يعني إنسان يمشي على الشاطئ فوجد سمكة من أمس، حلال ولا حرام؟ حلال. الجراد، إنسان يمشي بالشارع فوجد جراد ميت من أسبوع أو من يوم أو من يومين، حلال ولا حرام؟ حلال، حلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقال صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، وهذا رواه أحمد بن ماجه لكن ضعيف، لكنه موقوف عن ابن عمر له حكم الرفع. وأيضا يقول ابن أبي أوفى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل ماذا؟ نأكل الجراد، ولو كان نجسا يؤكل؟ لا ما يؤكل. قال وأما أرواف الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. إذن يقول عندنا أربعة أمور، بول الآدمي كما قلنا نجس بالإجماع، بول غير مأكول اللحم سبق نجس، بول ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر فهذا طاهر كما قال المؤلف. فيجوز أن تصلي في مكان فيه أرواف المعز والغنم، ولو أصاب ثوبك بول إبل طاهر؟
طاهر ولا نجس؟ طاهر. الأدلة ما جاء في حديث أنس قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة. ما معنى اجتووا المدينة؟ يعني ما رغبوا السكنة في المدينة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. يشربوا من أبوالها وألبانها. فأمرهم النبي بالشرب من أبوال الإبل ولم يأمرهم بغسل الأواني ولو كانت نجسة ما أذن لهم بالشرب ولا أمرهم بغسل الأواني منها. وهذا نص. أيضا في دليل. قالوا يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ ماذا قال؟ قال نعم. وجه الشاهد من المعلوم أن مرابض الغنم لا تخلو من أبوالها وأرواثها. هذا نص. نص. فانقال قائل ما تقولون عن حديث لا تصلوا في مبارك الإبل؟ نقول نعم ننهي عن الصلاة في مبارك الإبل لا لنجاستها ولكن كما سيأتينا في نواقض الوضوء أنها خلقت من جن، خلقت من شياطين، فليست لنجاستها ولكن لعلة أخرى. أيضا في حديث في الحج سيأتينا طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير. فمن يعطيني وجه الشاهد؟ تفضل. غيره. أنا أتكلم الآن عن طهارة بول ما يؤكل لحمه. النبي طاف على بعير. تفضل. نحن نتكلم عن بول. البول. تفضل. أحسنت. غالبا أحسنت. لا يؤمن من بول البعير في أثناء الطواف. ولو كان نجسا لم يعرض النبي عليه الصلاة والسلام المسجد للنجاسة. طيب. قال ومني الآدمي طاهر. نعم. المني طاهر وإن كان يجب الغسل كما سيأتينا لكنه طاهر. فلو أن إنسانا اغتسل ولكن على ثيابه مني فصلى، صلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة. لماذا؟ لأن المني طاهر. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه أي المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ما وجه الشاهد؟ ما وجه الشاهد؟ تفضل. حسنت. أنها قالت أفركه ولو كان نجسا لقالت أغسله أغسله. فهذا دليل على طهارته. أما ما جاء في رواية قالت كنت أغسل المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا محمول عند العلماء على أمور. أولا محمول على الاستحباب. فالإنسان أيها الإخوة الآن لو كان على ثوبك بصاق ما تنظفه؟ تنظفه. أو عرق ما تنظفه؟ تنظفه. فهذا محمول على الاستحباب. ثانيا أن الثوب يغسل من البصاق ومن العرق، فما دام ثبت حديث كنت أفركه فهذا دليل على طهارة المني. فلو صلى الإنسان على ثوبه مني فصلاته صحيحة. قال وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام بشهوة يكفي فيه النضح. بول الغلام أيها الإخوة البول نجس كله سواء من صغير أو كبير، لكن بول الغلام الذي جمع ثلاثة شروط. انتبهوا معنا كلام المؤلف. قال بول ماذا نخرج؟ الغائط. فالغائط يغسل منذ ولادته، يغسل منذ ولادته. بول الغلام نخرج ماذا؟ الجارية. فالجارية منذ ولادتها بولها يغسل. الذي لم يأكل الطعام فإن أكل الطعام يغسل. فإن كان عندنا صبي لم يأكل الطعام إلا اللبن وبال فبوله نجس لكن خفف بماذا؟ في طهارته. خفف في طهارته ليس لأنه طاهر، لا، فالبول نجس من صغير أو كبير لكن خفف في طهارته. الدليل لحديث أم قيس بنت محصن بكسر الميم. لحديث أم قيس بنت محصن قالت أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام فأجلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. وجاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. واضح المسألة؟ الحكمة الله أعلم الحكمة. والمسلم ينبغي أن يتربى على ماذا؟ السمع والطاعة. كنا تقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تربية. لكن استنبط العلماء حكم من أشهر الحكم أن الصغير الذكر يحمل أكثر من ماذا؟ من الإناث، والمشقة تجلب التيسير. فحينما يحمله مثلا والده أو أحد ربما يبول في الثوب فيكثر، فالمشقة تجلب التيسير فخفف بالنضح. ما الفرق بين النضح والغسل؟ النضح رش الماء من غير ملس وعصا.
هذا النضح تعريفه، رش الماء من غير ماذا؟ من غير عصر ومرس، إغمار الماء. أما الغسل عكسه، يكون في عصر فيكتفى فيه بالنضح لهذه المشقة. وقيل إن بول الأنثى أنتن من بول الغلام، وقيل إن بول الغلام يجتمع، وأما بول الجارية فينتشر، لكن الله أعلم. لكن أعتقد أن أصح الأقوال أن الذكر يحمل أكثر من الأنثى. وعليه نسأل سؤال، الصبي إذا أكل ينضح ولا يغسل؟ يغسل يغسل. طيب الجارية منذ ولادتها يغسل. طيب نعم. ثم قال وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح. نعم، يعني لو عندنا نجاسة على ثوب فغسلها وزالت لكن بقي لونها، هل يضر؟ لا يضر ذلك، بشرط. هو المؤلف حقيقة كتاب مختصر، لكن لو جاب هذا الشرط كان أفضل، لكن نحن نذكره بالشرح. نعم، بشرط ألا يبقى من جرمها شيء، لا بد أن يزول الجرم. أما إذا بقي شيء من جرمه فإنه لا يكفي. والمؤلف ذكر حديث لكنه ضعيف، لكن لا بأس من شرحه. عن خولة قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. طبعا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح عند العلماء أن النجاسة إذا زالت زال حكمها ولا يضر بقاء اللون. نعم. قال باب صفة الوضوء. الوضوء بالضم الفعل وبالفتح الماء الذي يتوضأ به. والوضوء لغة النظافة والإنارة، سمي بذلك لماذا؟ لأنه ينظف الإنسان ويحسنه، وأيضا في الآخرة تدعون يوم القيامة برا محجلين. واصطلاحا التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وتعرفون ورد فضل عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. تعرفون هذا الحديث جعله الإمام النووي وين؟ في الأربعين النووية لأهميته. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. ويقول صلى الله عليه وسلم حينما توضأ قال من توضأ نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. والوضوء كان مشروعا في الأمم السابقة، فكلكم تعرفون قصة جريج الراهب، القصة المعروفة المشهورة. ماذا قال؟ قال دعوني أصلي، فقام فتوضأ وصلى. وأيضا في قصة سارة مع الملك، أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي. هناك حديث هذا وضوء ووضوء الأنبياء قبلي لكنه ضعيف. إذا ما الذي اختصت به هذه الأمة؟ الغرة والتحجيل. طبعا الآن المؤلف سيشرح صفة الوضوء ثم بعدها يقول وهذا أكمل الوضوء. أنا سأسأل سؤال بعد ما أنتهي. المؤلف ترك أشياء أساسية، هو يقول هذا أكمل الوضوء، في أشياء معروفة للجميع نريد أن نستنبطها التي تركها المؤلف. يقول رحمه الله وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال. نعم، الوضوء لا يصح إلا بنية، في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. والوضوء عبادة، ما الدليل أنها عبادة؟ أن الشريعة الإسلامية جاءت بفضلها والثواب الكبير عليها. فلو شخص توضأ بنية التبرد يوم خلص قال تدري خلى وضوء، يجوز لما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لم ينوي. حسنت، لم ينوي. إنسان توضأ مثلا للتنظف، توضأ وضوء كامل للتنظف، هل يجزي عن وضوء الشرعي؟ لا، نقول إذا أذن أو إذا جاءت الصلاة يجب أن تتوضأ. النية كالعبادات، فالوضوء عبادة يجب لها النية. أن ينوي رفع الحدث، إنسان بال فراح يتوضأ بنية رفع أو بنية رفع الحدث يكفي، ما يلزم ينوي وضوء الصلاة، فهو ذهابه من أجل هذا الحدث ليرفعه يعتبر نية ولا لا؟ يعتبر نية. أو الوضوء للصلاة، مثاله إنسان ذهب يتوضأ للصلاة وهو قد بال وتغوط وأكل لحم إبل، ما جت على باله هذه الأمور، لكن هو ذهب يتوضأ للصلاة، يكفي لما يكفي؟ يكفي. حتى لو لم يخطر بباله
أنه بال وأكل لحم إبل وغيرها، ما دام أنه ذهب يتوضأ فإن هذا يكفي. إذن الوضوء لابد من نية، لأنه عبادة، والعبادة كما قلنا لابد لها من نية، والنية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها. ثم يقول بسم الله، وهذا مذهب جمهور العلماء أنه يقول قبل الوضوء بسم الله. وذهب بعض فقهائنا الحنابلة إلى أنها واجبة، واستدلوا بحديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن أيها الأخوة، الذي يظهر والله أعلم أن التسمية ليست بواجبة، وإنما مستحبة لأربعة أمور. انتبهوا لأربعة أمور. أولا، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر الله بالغسل ولم يأمر بالتسمية. ثانيا، أن الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أحد منهم أنه كان يسمي، هذه يعني مسألة مهمة. الذين وصفوا وضوء النبي كثير، عثمان وعبد الله بن زيد وعلي بن عباس، ما ذكر أنه كان يسمي، يعني هذه تقوي عدم الوجوب. ثالثا، أن الحديث الذي استدل به على الوجود ضعفه الإمام أحمد وضعفه جمع من أهل العلم، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ضعفه جمع من أهل العلم. صعب يعني حديث ضعفه يعني بعض العلماء يعني يؤخذ منه الوجوب. رابعا، في حديث عبد الله بن عمر أن عربيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الوضوء، فعلمه النبي الوضوء ولم يذكر ماذا؟ التسمية. والمقام مقام تعليم. فالراجح والله أعلم أن التسمية سنة. بعض العلماء كالعيني استدل على السنية في حديث، لكن ما يظهر لوجه الشاهد، لكن لا بأس. منهم البخاري، حديث إذا أتى أحدكم أهله، لو أن أحدكم إذا أتى أهله يقول بسم الله اللهم جلبنا الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهم ولدا يضره شيء. قالوا فإذا كانت التسمية قبل الوقاء سنة فالوضوء من باب أولى، لكن حقيقة الاستدلال فيه نظر، ليس هذا موضعه. قال ويغسل كفيه ثلاثا، أي ويسن أن يغسل كفيه ثلاثا، هذه الكفين. وهذا غسل الكفين سنة بالاتفاق ليس بواجب، فلو أن إنسان توضأ بدأ بالوجه مباشرة، صح ولا غير صح؟ صحيح، يغسل كفيه. لحديث عثمان أنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات. ولماذا يبدأ بالكفين؟ لأنهما آلة الغسل وبها ينقل الماء، فكان الأليق أن تطهر احتياطا لجميع الماء. طيب، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غلفات. المضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق جذب الماء بالنفس من الأنف. فبعد غسل الكفين يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، هذا سنة. لو بدأ بالوجه يجوز، وخلى المضمضة والاستنشاق متى؟ بعد الوجه، لا بأس. طيب، لحديث عثمان فغسل كفيه ثم مضمض واستنفر، والمضمضة تقدم على الاستنشاق، ولو قدم الاستنشاق على المضمضة لا بأس. طيب، والسنة أن يتمضمض وأن يستنشق ثلاثا، كما سيأتينا في نهاية الباب أن السنة ثلاثة أشياء، غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات. طيب، والسنة أن يكون بثلاث غلطات من كف واحدة. يقول عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. أنا سأطبق لكم، سأطبق لكم الطريقة هذه، أن يأخذ ماء بكفه، أن يأخذ ماء بكفه هكذا، ونصفه للفم ونصفه للأنف. هذه هي الصفة التي وردت في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، هذه هي السنة. ولو فصل يجوز هكذا، لو تمضمض هكذا ثم استنشق هكذا ست مرات يعني ثلاث ثلاث لا بأس، لأن هذا الأمر ماذا؟ سنة. المضمضة والاستنشاق واجبة، لكن الطريقة سنة. طيب، فقال طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، حديث ضعيف، لكن إن فعله الإنسان لا بأس، لكن بلا شك تطبيق السنة أفضل، تطبيق السنة أفضل. والمضمضة والاستنشاق أيها الإخوة من فروض الوضوء، فلو صلى الإنسان ولم يتمضمض ولم يستنشق ما حكم وضوءه؟ ما يصح. في المضمضة قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا توضأت فمضمض، الأمر في الوجوب. والاستنشاق ما جاء في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، هذه ماذا نسميها؟ الاستنشاق، فليجعل في أنفه ماء.
طيب. وأيضا جميع الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقلوا أنه تركهما مرة من المرات، فكان يتمضمض واستنشق عليه الصلاة والسلام. طيب، وهل يجب عليه أن يزيل الأسنان المرتبة؟ لا، لا يجب. الذي يظهر لأنه مثل الخاتم، هذا اللي يظهر لنا أنه مثل الخاتم. الخاتم الآن لا يجب أن تزيل الخاتم، وإن تركه الإنسان فطيب، حركه فطيب. وكذلك لا يجب عليه أن يزيل ما في فمه من الطعام، هذا الذي يظهر. ثم يغسل وجهه ثلاثا، وغسل وجهه من فروض الوضوء، وهذا أول فرض. قال تعالى فاغسلوا وجوهكم، وقال في حديث عثمان ثم غسل وجهه ثلاث مرات. ما هو حدود الوجه أيها الإخوة؟ من منابة الشعر المعتاد على ما نزل من اللحية والذقن طولا، ومن الأذن للأذن عرضا. وهنا سؤال تساعدوننا في الإجابة عليه: لو أن شخصا لحيته طويلة وأراد أن يغسل وجهه، هل نقول يجب أن تغسل اللحية مع الوجه أم لا؟ أنا ما أتكلم عن التخليل، أنا ما أتكلم عن التخليل، أنا أتكلم عن غسل.